السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبدأ عدد اليوم جورنال فير بخبر عنوانه الرجاء الرياضي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي أمام غانا الزامبي. وفي تفاصيل الخبر كتنتظر فريق الرجاء الرياضي اليوم مواجهة قوية ضد موديفون غانا الزامبي على ملعب غانا بمدينة كيتو برسم منافسة الجولة الثانية من دور مجموعة كأس الكاف. وغيسعى فريق الرجاء الرياضي تحت قيادة مدربه جمال السلامي لهزم غانا الزامبي بمعقيله بعد ما أجزت مجموعة كبيرة من الأندية على تحقيق هذا الإنجاز خلال 64 مباراة في المسابقات القارية. وكيمتلك فريق غانا رقم قياسي بعدم خسارة أي مباراة على ميدانه في البطولات الإفريقية منذ مشاركته عام 1976، فيما تاريخ الرجاء الرياضي كيدون أنه قرار أندية عملاقة بالملاعب ديالها وأمام جماهيرها في انتظار فوز الرجاء اليوم إن شاء الله لتحتمل الرقم القياسي الخاص بفريق الزامبي. مدرب غانا يعترف بضعف خط دفاعي قبل ملاقاة الرجاء وموقع الكاف يبرز خطورة رحيمي. وأقر مدرب غانا الزامبي كيلفين كايندو بالصعوبة اللي كيعاني منها فريقه على مستوى الخط الخلفي، وهو الأمر اللي عكسته الهزيمة اللي تعرض لها بثلاثية نظيفة على يد بيراميدز المصري الأربعاء الماضي لحساب الجولة الأولى من منافسة المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكاف. كيجي هذا قبل استضافة الزامبي الرجاء الرياضي مساء اليوم في إطار الجولة الثانية، ويواجه الفريق الزامبي فريق الرجاء اللي كيملك أسلحة هجومية قوية كيتصدر الجناح سفيان الرحيمي اللي توج بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالكاميرون الشهر الماضي. وقال كايندو في تصريح تحدث فيه على حالة فريقه الدفاعية لولا حارس المرمى موزيس مابولانغا لكان الامر اسوأ حيث دفاعنا كان في اسوأ حالاته، في اشاره منه للخساره اللي تعرض لها ضد فريق بيراميدز المصري وصيف المسابقه الموسم الماضي. وعنوان الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف مادته الاعلاميه حول مقابله الرجاء غانا تالق رحيمي يودد مدافعين غانا في كاس الكونفدراليه، ولفت بذلك الخطوره اللي كيشكل المهاجم الرجاوي على الخط الخلفي للفريق الزامبي بالنظر للامكانيات الهجوميه الكبرى اللي كيتوفر عليها. جمال السلامي غانا سيدخل مباراة اليوم بهدف تعويض هزيمته أمام بيراميدز ولدينا من الخبرة ما يكفي لتحقيق نتيجة إيجابية. وشدد الإطار الوطني جمال السلامي على صعوبة المواجهة اللي غتجمع النصر الخضر بفريق غانا الزامبي مساء اليوم الأربعاء. ووضح السلامي خلال الندوة الصحفية اللي كتسبق اللقاء وقال مواجهة غانا ما غتكونش سهلة خاصة أنها غتجرى خارج الميدان، والفريق الزامبي غيسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية لتجاوز هزيمته في المباراة الماضية ضد فريق بيراميدز المصري. وتابع كنتوفروا على لاعبين جيدين وعندهم من الخبرة والمؤهلات ما يكفي لتحقيق نتيجة إيجابية على المستوى القاري والمنافسة على التشويش باللقب إن شاء الله. وختم السلامي الحوار ديالو بالقول أن الفريق الأخضر كيلعب على عدة واجهات هذا الموسم وفلسفة الرجاء الرياضي كتقتضي المنافسة على جميع الألقاب. الرجاء يمنع جماهير غانا من الحضور للملعب، ورفض مسؤولي فريق الرجاء الرياضي فكرة حضور 200 مشجع من فريق غانا للمباراة المقرر أن يجمع به الفريقين مساء اليوم الأربعاء. واحتجوا مسؤولي الرجاء في الاجتماع التقني على مندوب اللقاء وطلبوا منه التزام قرار الاتحاد الأفريقي لكي يمنع حضور الجماهير في مباراة دوري عصبة الأبطال الأفريقية والكاف في الموسم الرياضي الحالي. واستجاب مندوب اللقاء لاحتجاج الرجاء وأخبر مسؤولي الفريق الزامبي بضرورة منع الجماهير من الحضور، وهو مدفع بإدارة هذا الأخير للتراجع على قرارها وإصدار بلاغ جديد يخبر فيه الجماهير الزامبية بمنع حضورهم للملعب. وكان فريق غانا طرح تذاكر مواجهته للرجاء للبيع وأعلن على حضور 200 مشجع للقاء، وما أثر حفيظة مسؤولي الرجاء الرياضي خاصة أن المباراة الأولى ضد فريق نامونغو جرات بدون جمهور. إدارة الرجاء الرياضي تبرمج رحلة عودة البعثة من زامبيا في الساعة الأولى من صباح غد الخميس. وأكد مصدر خاص أن إدارة فريق الرجاء الرياضي قررت برمجة موعد عودة بعثة الفريق من زامبيا بعد مواجهة غانا المحلي برسم الجولة الثانية من دور المجموعات في الساعة الأولى من صباح غد الخميس. وشار المصدر ذاته أن رحلة العودة غتنطلق في الساعة الثانية من صباح الغد، إذ من المقرر وصول البعثة الرجوية لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء الثانية 10:30 ظهرا مع توقف لنصف ساعة بليبروفيل الغابونية من أجل التزود بالوقود. الرجاء الرياضي يتوصل بشيك بقيمة 70 مليون سنتيم. وفي تفاصيل الخبر توصل فريق الرجاء الرياضي أمس الثلاثاء بشيك بقيمة 70 مليون سنتيم سلموه ليه منخرطي الفريق من أجل المساهمة في كراء الطائرة الخاصة بعد الاكتشاف اللي نظموه برلماني النادي، وساهموا منخرطي الفريق الأخضر بمبلغ 80 مليون سنتيم. يتوصل مكتب مسير بشيك بقيمة 10 ملايين مباشرة من قبل سعد بوعبيد و70 مليون من قبل منخرطي الفريق، فيما ساهم المكتب المسير بمبلغ يتقدر ب 26 مليون سنتيم وثلاثة الرؤساء السابقين بحوالي 90 ألف درهم. ونجحوا منخرطي الرجاء من خلال تنظيم عملية اكتتاب جمع مبلغ مالي كيتقدر بحوالي 110 مليون سنتيم خصو منها 80 مليون لكراء الطائرة، فيما المبلغ المتبقي غيتوزع كمنح على اللاعبين بمناسبة الديربي ضد الغارين التقليدي في المباراة المقرر إجراء الأحد المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الجولة العاشرة من البطولة الوطنية. مقترح من بودريقة لحل نزاع الرجاء ويوسف القديوي.
وابدا محمد بودريقه الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي استعدادا لحل النزاع القائم بين الفريق الاخضر ويوسف القداوي لاعبو السابق واللاعب الحالي لفريق ستاد المغربي، وكيطالب القداوي بالحصول على مبلغ 950 مليون سنتيم كيدين بها الفريق اللي لعب ليه قبل سنوات في الفتره اللي كان كيتراس محمد بودريقه وبعده سعيد حسبان. وقالت مصادر موثوقه ان بودريقه ناقش منخرطي الفريق في احدى المجموعات اللي كتضمهم على تطبيق واتساب، وابدا استعدادا لحل النزاع القائم بين القداوي والرجاء، والتزم بودريقه في حال ما وافقوا منخرطي الفريق على تاسيس لجنه كتضم مجموعه منهم بالتفاوض مع القديوي وتخفيض قيمه المبلغ اللي كيدين به الفريق الاخضر لمساعده الرجاء لتخفيض حده الازمه الماليه اللي كيعاني منها منذ سنوات. يشار ان يوسف القديوي ابرز في تصريحات لاحدى الاذاعات الخاصه انه ما حصلش على مستحقاته اللي كيدين بها الرجاء الى جانب مجموعه من اللاعبين السابقين اللي ملتزمين الصمت ديما حسب اقوال القديوي. اتحاد جدة يرغب من جديد في نقل نهائي البطولة العربية من المغرب، وكتدرس إدارة فريق الاتحاد السعودي إمكانية التقدم بطلب لاحتضان نهائي البطولة العربية اللي غيجمع الفريق السعودي بالرجاء الرياضي حسب ما أكدته صحيفة الميدان الرياضية السعودية. وضحت الصحيفة أن فريق الاتحاد كينوي تقديم طلب رسمي للاتحاد العربي من أجل استضافة مباراة نهائي البطولة العربية ضد فريق الرجاء الرياضي، وضافت يواصل الاتحاد العربي مساعيه ومفاوضاته لتحديد موعد المباراة النهائية من البطولة العربية لكأس محمد السادس للأندية البطالة والتي تأخرت بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا. وتابعت كما يتشاور الاتحاد العربي حاليا مع الاتحاد المغربي لإقامة النهائي بالمغرب، ولم يتحدد الموعد الرسمي بعد، ومن الممكن إقامة المباراة بنهاية شهر أبريل المقبل أو بعد عيد الفطر المبارك خلال شهر مايو المقبل. وسبق المسؤول من الفريق السعودي وبدا استعداد فريقه لاستضافة النهائي، غير أنه ما كاينش حاليا أي سبب لنقل المباراة من المغرب على اعتبار أن المشكل كيتعلق بتاريخ إجراءها وماشي بمنع تنظيمها في المغرب. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال ذا، في أمان الله ونتلاقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.